خلونا نرحب معانا على التليفون بدكتور جيهان العسال، استاذ الامراض الصدريه بجامعه عين شمس. اهلا بك يا دكتور جيهان. اهلا وسهلا يا فندم. ازاي حضرتك؟ نعمل ايه مع حساسيه الخمسين؟ مش بس كده، والتقلبات الجويه المستمره والمتغيرات المناخيه، احنا تعبنا من البسطره يا دكتور والله العظيم. للاسف دي حاجه ما فيش في ايدينا حاجه ان احنا نعملها عشان نتحكم فيها. ايوه. وطبعا زي ما حضرتك بتقول كده، اول واحد بيعاني وبيتعذب فيها هو مريض الحساسيه، طبعا سواء حساسيه الصدر او حساسيه الجيوب الانفيه، حتى مريض الحساسيه اللي عنده حساسيه في عينه، لان ده زي ما حضرتك بتقول كده موسم الربيع والخمسين وحبوب اللقاح. أيوة. ودخلت الربيع والحاجات دي كلها هي بالظبط موسم الحساسيه للعيانين دول. هنتعامل معاها ازاي؟ اول حاجه والاهم ان حضرتك تبقى ماشي بانتظام على علاجك بالذات في الفتره دي، يعني اللي بياخد بخاخات لحساسيه الانف او بخاخات لحساسيه الصدر لو سمحت نلتزم بالعلاج في الفتره دي وناخده بانتظام في مواعيده. تاني حاجه ان احنا على قد ما نقدر، احنا مش هنقدر نغير الجو، لكن على قد ما نقدر نتجنب او نقلل الاحتكاك دي، بمعنى ان انا عندي يوم في تراب او خمسين او في عاصفه تراب، لو اقدر ما اخرجش ده احسن حل اقدر اعمله، افضل في البيت واقفل الشبابيك والابواب وامنع دخول التراب ده عندي على قد ما اقدر. احنا هنعمل ايه في الشغل وفي الدراسه وفي لو ما قدرناش او لو عندنا شغل زي ما حضرتك بتقول، يبقى هقلل فتره الاحتكاك دي على قد ما اقدر. ممكن البس كمامه بتقلل شويه الكميه التراب اللي بتعرض لها، اقلل فتره الاحتكاك، يعني لو هركب عربيتي او هركب وسيله مواصلات او حاجه ابقى قافله الشباك عشان ما اتعرضش مباشر للتراب ده. بقدر الامكان تعرضي للجو المفتوح او للاوبن اير زي ما بيقولوا يبقى قليل على قد ما اقدر، يعني افضل في مكان الشغل او في المكتب اقفل الشبابيك مثلا واشغل مروحه او التكييف الداخلي في المكان. يبقى هي بس فتره الانتقال من في الحته المفتوحه بس هي دي اللي اقدر اعملها على قد ما اقدر. طبعا لو في حد عنده دوار برد او عنده اصابه بفيروس او حاجه في الفتره دي، يعني اهم حاجه ان هو اولا ما ينزلش ما يختلطش بحد تاني عشان ما ينقلوش الدور، لان طبعا لو حد مريض حساسيه جاله فيروس او جاله نزله برد او تعف وهو اوريدي عنده حساسيه في الجو ده بيبقى الدور اشد عنده كتير. طيب هل في حاجات كنا زمان نسمع مثلا يقولوا مش عارف ان العاملين في مصانع معينه كانوا يصرفوا لهم لبن علشان ده بينظف الجهاز التنفسي وما الى ذلك، هل نعمل حاجات زي كده برضو من باب الاجراء الاحتياطي؟ هو حضرتك احنا المفروض نتبع قواعد الصحه العامه اللي احنا عارفينها، يعني مش بس فكره لبن، فكره ان احنا الاكل بتاعنا نقلل على قد ما نقدر الاكل، اكل السوق زي ما بيقولوا او الجانك. أيوة. فود لازم الاكل بتاعنا يبقى صحي، لازم يبقى داخل فيه فيتامينات حاجات طبيعيه، خضار وفاكهه دي حاجه سهله وبسيطه ومتوفره. الخضار والفاكهه ده هيمدني بالفيتامينات ومواد مضاده للاكسده، الحاجات ديت بتحسن مناعه الجسم وبتحسن الصحه العامه لي. طبعا لو في فرصه لممارسه رياضه تبقى صحتنا العامه كويسه، كل ده بيخلي قوه احتمالك اكبر، نسبة إصابتك بالإصابات الفيروسية أو بالتأثر بالجو الحاجات دي بتقل كتير. طب ده شيء عظيم جدا يا دكتورة، أشكرك جدا 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 دكتور جيهان العسال أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس. طبعا دكتور جيهان غنية عن التعريف، ألف 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 مليون شكر.